يحيي العديد من نجوم الفن حفلة جماعية مجانية بتضم أردنيين وعرب على رأس تامر حسني وراغب علامة بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأنسة رجوى خالد السيف. وبحسب صفحة زوروا الأردن فإن الحفل يلي رح يجمع بالإضافة لحسني وعلامة كل من أحمد سعد وديانا كرزون وزين عوض رح يقام باستاد عمان الدولي بالعاصمة عمان يوم الاثنين 29 أيار 2023. وأوضحت الصفحة أن الحفل رح يبدأ بالساعة 8 مساء ورح تغلق الأبواب مع بدءه. وطالبت المسجلين بالحضور للموقع قبيل بدء الحفل بثلاث ساعات حيث رح يمنع دخول المركبات للمدينة الرياضية. وأشارت إلى أن الدخول رح يكون مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما بتتوفر حافلات نقل مجانية من عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب وحدائق الحسين إلى الحفل، حيث رح يكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 للستة ونص مساء. وضم الاستعدادات الأردنيين لزفاف ولي العهد أقامت سيدات قرية النقع بمحافظة الكرك جنوب البلاد حفلة حناء للأمير العريس اللي بيعقد قرانه بالأول من يونيو المقبل، بدورة شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها عبر حسابها بإنستغرام مقطع فيديو لتجهيزات ليلة الحناء يلي بتسبق حفل زفاف نجل الأمير الحسين. ووثق الفيديو تجهيزات ليلة الحناء وبتظهر فيه سيدات منهمكات بحياكة التطريزات التراثية بينما شابات أخريات بيعملوا على صنع المكرميات الأنيقة. كما ظهرت مجموعة من السيدات والشابات بيجبلوا الحنة وبيعبوها بأكياس وهن بيرددوا الأغاني الفلكلورية حيث غنوا وانزلي على الحنة ست البنات والشعر عشر خصايا المجدولات مدت إيديها يحننها المزيونات. وبوقت سابق نشرت الملكة رانيا فيديو كليب لأغنية جديدة قدمتها فرقة جماعة خير بيتضمن مشاهد نادرة لنجل الأمير الحسين بن عبد الله. وعلقت الملكة رانيا على الفيديو بالقول: الله يخليكم لبعض ويخلي لنا إياكم فرقة جماعة خير الموسيقية، لكم الشكر، كلمات وأداء يلامسان القلب، هاشتاج نفرح بالحسين. وبيظهر الفيديو كليب لقطات نادرة من طفولة الأمير الحسين وهو بين أحضان والده وجده. وبأول الفيديو بيقول الملك عبدالله الثاني: شعور جميل وصعب حسيته من أصعب اللحظات عندما حضن والدي ابن الحسين أول مرة.